يسعد مساكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في خبرياتنا بلا حدود اللي منسلط فيه الضوء على كواليس برنامج نجوم بلا حدود في موسم الثاني، من اراء لجنه الحكم، شو بدور بين المشتركين، مين غادرنا ومين حيضل معنا كمان. في بداية انطلاق العرض المباشر الحادي عشر، كارلا مثل العادة تألقت، وكمان الفنانة يارا وفايا ووائل منصور. لجنة الحكم وبزقفة كتير كبيرة منرحب بيارا. فايا يونان. وائل منصور. وأكيد البرايم ما بيخلى من الغزل بين كارلا ولجنة الحكم. يارا، فايا ووائل، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. يارا، بونسوار يارا. شو يارا؟ يا مساء الفل. وائل. نعم. انت عم بتشوف اللي عم شوفه؟ اه شايفه. هلا بصير في ترجمة من تحت. شو هاللون؟ شو هاللون الحلو؟ خضار بجد عمرانة. أنا كثير بحب هيدا اللون. وليك على ما هو هيدا الكونتراست هيدا. لازم تخبرنا عنه أنت، إنه الأخضر مع الكذا وكذا والحركات. نسأل راشد. راشد الفن والتصميم. هلا بنشوف راشد شو رح يقول لك. إن شاء الله. إن شاء الله يحكي. بلا وتكلم. شجع. نروح نشوف وائل كيف استعرض بعضلاته. شو هالعضلات؟ عضلات إيه؟ العضلات. عضلات إيه والله تخنت، يمكن 20 كيلو. يمكن هي ضايقة عليك، ما بعرف. ما غالبا. لا غالبا ده جرافيكس. وائل نشكر سامر على الجرافيكس اللذيذة والجميلة دي طبعا. أكيد بنشكره. بما أنه تحدي العرض المباشر الحادي عشر عن عيد العمال، خلينا نتابع رأي يارا في الموضوع. يارا، كيف بتقضي يوم العطلة خاصة عيد العمال؟ عيد العمال تحديدا يعني منعيد كل الأشخاص اللي حوالينا، يعني بهالمناسبة أكيد بحب وجه تحية لكل عامل منا هون معنا بالستوديو، اوقات بالتصوير بنعرف قد ايه بيتعذبوا الاشخاص اللي وراء الكواليس، بالكليبات، باي شيء تصوير وباي دومين يعني بالعالم. فيعطيهم الف عافيه ومنعيدهم كلهم. اكيد اكيد بنوجه لهم تحيه كمان. ورحنا سالنا فايا شو اكثر الاغاني اللي كرمت العمال. في كثير اغاني ولازم يكون في كثير اغاني. شو اول غنيه بتخطر على بالي انا شخصيا؟ يمكن فايد العمال. شيد قصورك للشيخ امام. شيد قصورك على المزارع بنقدينا وعمل ايدينا، والخمارات جنب المصانع والسجن مطرح الجنينه. لازم يكون في كتير يعني. صباح الصباح فتحي علي. صباح الصباح برضو الفقير له ربي كريم. سيد درويش. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، وديك بنتك وكوكوكو في الفجرية. يا طابينا على باب الله يا صبيعية. في كتير أغاني يعني، وخاصة القديمة، ولازم نعمل اغاني جديده عن يلا هيدا موضوع جديد. ما كان بانتظار غنيه جديده من فايا. شكرا لك. وخلينا مشاهدينا نتابع وائل شو بيعمل بعيد العمال. بيكون شعوري. هو انا عاده في الراديو عندنا في مصر ما بناخدش اجازه، فبكون قاعد بنش، يعني بكون طالع على الهواء من الساعه 7. بنش لما تنش دبان. نحن بنش يعني بنش السقف. بنش ماي. نحن بكش. فكرت قلت شو بيك مشوب بالساعة. لا بتنشي دبان في مصر يعني بتنشي. بنش. لا بتهش ولا بتنش. فاهمة؟ حلوة. والله. لا ما انت بتتفرجي على افلام مصرية كتير يا رب. لا بتهش ولا بنش. لا نحن بننبسط وقتها هيك نتعرف على كلمات جديدة وتعابير جديدة. اكيد. لا ببقى قاعد على الهواء من كل البرامج لازم تطلع علشان اي شخص يكون بيسمعنا او حتى التلفزيون كمان، يعني بنطلع كلنا في الاخر مفيش اجازات.
قبل ما نبلش مشاهدينا مع فيديوهات المشتركين والتحدي الاحتفال بعيد العمال، خلينا نذكر المشاهدين بالجوائز اللي رح يحصلوا عليها الفائزين في برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. يحصلوا على جوائز مالية من تلفزيون الآن. الجائزة الأولى قيمتها 15,000 دولار، الجائزة الثانية 10,000 دولار، والثالثة 5,000 دولار. منروح بريك وراجعين. التحدي ابتدى، منتابع مع سمر من لبنان عن فئة الويلنس كيف احتفلت بعيد العمال. شو ما كان نوع عملكن يمكن عم يستهلك من صحتكن الجسدية والنفسية، فبيوم عيد العمال تذكروا انه انتو بحاجة للاهتمام بحالكن لنسيان ضغط الشغل ولو لنهار. من اكتر النشاطات اللي بتفيدكن بها اليوم هي اولا النشاطات الغير مرهقة بالطبيعة مثل قطف الخضرة والفواكه، النزهة بالطبيعة، الاستمتاع بالجلوس بالمساحات الخضراء والتمتع فيها، تأمل وغيرهم. هالنشاطات بتريحكن وبتخليكن تكتسبوا طاقة ايجابية بعيدا عن العمل المتعب والانشغالات. كمان جلسات التدليك مهمة جدا، من أكثر الأنواع المفيدة لكم هي التدليك السويدي مع زيوت المراخية للأعصاب، التدليك التايلندي يلي فيه بينضغط على الأعضاء المشنجة، والتدليك بالأحجار الساخنة. من فوائدهم أنه بيساعدوكم بالاسترخاء، بيريحوا المفاصل، بخففوا من التعب والتشنج المتراكم عليكم من خلال تعزيز تدفق الدورة الدموية. بهاليوم المخصص لكم من المهم تقضوه عم تقوموا بنشاطات بتحسن صحتكم النفسية والجسدية، بتنسيكم ولو ليوم التعب اللي بتحسوه بالعمل. مثل ما شفنا سمر قدمت نصائح من خلال فئتها عن عيد العمال، نتابع رأي يارا. مثل العادة كتير مفيدين أكيد، خاصة المساج، نحن كلنا بحاجة لمساج وبنحب كتير إنه نريح حالنا، هيدي معلومات جدا مفيدة للكل. بس بدي أقول شغلة إنه سمر من الأشخاص اللي بلشوا من أول البرنامج وعم يتقدموا كل أسبوع، بتشوف الفيديوز كيف عم يتغيروا الألوان، الجماليات، الصورة، كتير عم تشتغل على أشياء تفاصيل كتير صغيرة وكتير مهمة بنفس الوقت. من أول ما بلشت لهلأ عم يبين في تغيير كتير، في تطور، فهيدا الفيديو كمان مفيد وحلو. أما عن جماليات فيديو سمر نشوف شو قالت فايا. عم عيار الجماليات مثلاً، وين أول فيديو لسمر كان بس كادر واحد كنا عم نحس فيه خنقة؟ قديش سمر اشتغلت على حال عن جد؟ يعني أنا اليوم الجماليات بعطيها 5 من 5. خي واضح كتير كيف سمر اشتغلت على حالها وتطورت، ومن خلال الجماليات اللي شفناها في الفيديو اللي قدمته سألنا وائل هل قدرت سمر توفق بين فئتها وموضوع التحدي. بس وائل تذكر شيء، خلينا نتابع ونشوف شو هو. طبعا اكيد، احنا بس افتكرنا اول فيديو لسمر في المسابقه لما نطت من على ليه عم تضحكي انت؟ دي فاكره صح؟ نطت من كمان انا لما نطت فجأتنا كانت حاطه 5 شماعات ونسيت تطفي واحده. مشاهدينا خلينا نرجع ونتذكر مع بعض نطت سمر أنطون في اول فيديو قدمته في العرض المباشر الاول. بنمط الحياة الصحي، الصحة النفسية والصحة الجسدية، اليوم رح أعطيكم 3 نصايح عن الصحة النفسية. أول نصيحة هي إنه تعملوا يوغا 3 مرات بالأسبوع. الحركة اللي عملناها هلا اسمها ملاسنة، وهي بتساعد للهضم وكمان بتساعد تسريع الميتابوليزم. تاني طريقة هي المديتيشن. إذا بتقعدوا بمحل رايق يومياً بتتنفسوا بالطريقة التالية بتخففوا من السترس. لازم تاخدوا نفس عميق، توصلوا للبطن وبعد كم ثانية تفضوا الهواء ببطء. تالت طريقة هي استعمال النباتات للراحة. النباتات بتساعدنا لنحس بالراحة خصوصي إذا كانت موجودة ببيتنا، وكمان فينا نستعملها كإنفيوجن مثل الكاموميل أو اللافندر مثلاً. أما هلأ خلينا نروح نشوف شو كان رأي وائل عن فيديو سمر في هالبرايم 11 عن عيد العمال. لا بس سمر يعني تقدمتي جداً، ده أنا بقوله ليه وبضحك لأنه شايف تطور رهيب. وأحلى حاجة في الفيديو ده الجماليات، ليه؟ لأنه على الرغم أنها ما طلعتش قوي في الفيديو، بس كل الأدتس أو الكليبس أو البايتس اللي متاخدة من سورسز أو مصادر تانية كلهم على نفس اللون وكلهم على في فلو حلو.
يعني مش انها ايه ده عايز لقطات مساج اطلع من هنا، لا تسلسل افكار الالوان حتى ومش الافكار يعني. حابب الفيديو؟ حاضر هذكر. شكرا. البرايم الحادي عشر رح يشهد اجواء حاسمه ومنافسه قويه وتوتر بين المشتركين، بس من البدايه مثل ما شفنا كانت مع المشتركه سمر ولجنه الحكم اللي كانت ارائها كثير ايجابيه. نتابع شو كان وائل بده يقول لكارلا. عايز اقول لك حاجه بس، ما هي الضحكه اخذت نص وقت الاجابه. مين ضحكتك الحلوه؟ شكرا لكم. طيب اكيد بانتظار العلامات. بتقول لها حاجه بتضحك هلا، قل لي اياها بعدين. سمر لا النهارده كنت في المطار. كيف بتواجه كيف بتواجه التوتر يلي بتصاد فيه خلال هالمنافسه؟ طبعا بالتامل واليوغا وهيك ترخية الأعصاب. وائل ما قال ولا شيء، بس يمكن بعدين يسمحوا له يعبر. اما ترتيب سمر على اللي قدمته من خلال فئتها فكان يعني اراء لجنه الحكم رخت لك اعصابك، كانت ايجابيه. خلينا نشوف العلامات على 75 عن فئة الويلنس. حلو 62 كثير منيح. شكرا لك سمر. بس الحمد لله مشاهدينا، كارلا رجعت لوائل وسألته شو كان بده يقول. في حكي بعيونك، بتحب تضيف شيء؟ ما أقولك النهارده كنت في المطار فبتاع بتاع الشنط عمال يقول لي هي زحمه، السير زحمه، فعمال يقول لي كل شويه يا حط شنطتك. قلت له ما انا عارف انا مستني الدور، فعمال يتكلم واللي ورايا متضايقين منه، هو واحد شغال في المطار. فرحت بصيت له كده ازاي سكتته، تخيلي بصيت له كده قلت له وصلت الفكره. استعملت كلامي. ايوه ما انت كل ما بتقولي لنا كده بنسكت، فاستخدمت كارلا وصلت الفكره حدات خلاص. اما هلا خلينا نروح نشوف شو كان راي وائل عن فيديو سمر في هالبرايم الحادي عشر عن عيد العمال. وصلت الفكره؟ طيب بدك قولها بسرعه هلا المجتمع. اكيد وصلت الفكره يا وائل. وهلا مشاهدينا نتابع اي فيلم اختار نور الدين امين من العراق عن فئه الافلام والسينما. How did we end up here? عادة لما نتفرج على الأفلام وننتقد لكن ننسى منه خلف كل لقطة الأيدي العاملة اللي اشتغلت خلف الستارة على مد يوصل فيلم مثل ما هو. فاليوم راح أتحدث لكم عن فيلم سلط الضوء على الأيدي العاملة خلف الكاميرا، فيلم Birdman أو The Unexpected Virtue of Ignorance. تفضل مهندين. بهذا الفيلم استطاع مايكل كيتون إحياء حياته المهنية لما أدى دور ممثل يتخلى عن أهم أدوار الهوليوودية ليقوم بإخراج مسرحية تراجيدية وصراعه مع ناقدة سينمائية ما تنطي الإطراء اللازم. تمثيل كيتون كان مقنع جدا وقريب جدا على حياته الشخصية. مثل ما تعرفون مايكل كيتون أدى دور باتمان بالتسعينات وراها اختفى من الساحة الفنية. الفيلم من كتابة وإخراج العبقري أليهاندرو غونزاليس إيناريتو الذي لا يكتفي ابدا في صنع الافلام بالطريقه العاديه بل يعشق المخاطره، وقدم لنا لوحه سينمائيه متكامله تمثلت في فيلم بيردمان. غير انه إيناريتو قدم لنا سيناريو صلب ومتماسك وانطى كل شخصيه حقها، فان البطل الحقيقي للفيلم كان الطريقه التصويريه او السينماتوجرافي، حيث شفنا الفيلم كله بلقطه واحده متواصله مع موسيقى تصويريه تخليك دائما على حافه المقعد، وشوفنا معاناه وابداع كل شخص خلف الكواليس مهما كان دوره. تقييمي الفيلم 10 من 10. روحوا شوفوا هذا الفيلم. نروح مع بعض ونشوف شو أكثر شيء حبته كارلا في فيديو نور الدين. الخير نور الدين. مساء النور. أنا أكثر شيء حبيت بالفيديو إنه صوتي مسموع. هو أحلى شيء بالفيديو كان. كلك زو. ميرسي. مشاهدينا منروح فاصل وراجعين. عم نلاحظ كيف نور الدين عم بتطور كتير في تقديم المحتوى من خلال فئته، وعم يختار أفلام كتير حلوة، وكل مرة عم بيقوم بتغيير ملحوظ. خلينا نتابع ونشوف شو كان رأي وائل. وائل من وجهة نظرك شو الجديد يلي شفته اليوم بفيديو نور الدين؟ الجديد هو بقيله كذا اسبوع بيعمل جديد، من اول فيلم فايت كلاب، وحته ان انت بتدي باك جراوند ستوري او الخلف يعني القصه بتاعه صناع العمل والقصه الخلفيه اللي ما حدش يعرفها عن الفيلم، بالذات المخرج اللي انت اتكلمت عنه واتكلمت على الاضاءه واتكلمت على انه اتاخد وان شوت. طبعا بيردمان من اهم الافلام في السينما وهو فعلا يستحق 10 من 10. يعني حسيت انه لما تدي حد 10 من 10 حتى لو انا ما شفتش الفيلم، أداءك كان مقنع انه يخليني اوصل للملخص انه اداله 10 من 10، اتكلم عنه بطريقه فعلا
بانه اخذ جوائز والى اخره، فما تخضتش حتى لو ما اتفرجتش على الفيلم مش هتخض ان انت اديته 10 من 10، فكان تقييم جيد جدا وكان متزن قوي. شكرا. اكيد بانتظار العلامه المناسبه لنور الدين. وطبعا راي الفنانه يارا كثير بيساعد المشتركين على الحماس لتقديم الاحسن والافضل. نتابع شو قالت. هالفيديو ممكن يروح فايرل؟ ممكن اكيد. اول شيء حبيت كثير الفكره انه عم بيصور باكستيج وعم بيحكي على المرايه مع حاله وعم بيفرجينا يعني هيك تفاصيل الناس يمكن مش كتير بتفكر فيها، وعم يحكي عن هالفيلم تحديدا وقديه في ناس بتتعب وراء الكواليس، والناس يمكن ما بتفكر انه في اشخاص عم يتعبوا او ما بيجي على بالهم. كتير حبيت الفيديو، ومن الاشخاص اللي كل اسبوع عم يكون في شيء جديد مع وتطور مع نور الدين. شكرا لك يارا. وسألت نور الدين شو كان أكثر ملاحظة من لجنة الحكم في العرض المباشر الماضي اشتغل عليها في تقديم هالفيديو. خلينا نتابع ونشوف كيف كانت علاماته وترتيبه كمان. أكيد أكثر ملاحظة هي أنه أعمل ريفيو متكامل عن كل الأمور المتعلقة بالفيلم، وبنفس الوقت أحاول أعطي قصة هيك صغيرة لها علاقة بالفيلم. إن شاء الله توفقت. تنشوف قدي نسبة التوفيق. نشوف علامتك على 75. 66. أكثر من سمر، يعني أنت بالمرتبة الأولى. بنشوف أكيد الترتيب أمامنا. 66 والمرتبة الأولى. شكرا لك نور الدين. أما المشترك راشد من السعودية عن فئة الفن والتصميم، فخلينا نتابع كيف احتفل بعيد العمال على طريقته الخاصة. للأسف وائل ما كان رأيه إيجابي أبداً في الفيديو اللي قدمه راشد. الفيديو يعني تمام، يعني راشد أنت المرة دي وأنا لما ابتديت تصور أنا قلت أنت لو صورت على العمارة هم بيبنوها كان هيرموك من ال يعني لو أنت بوظ لها شغلنا ولا إيه، قلت هيعمل إيه. فحلوة الفكرة يعني حلوة، يعني سيف بالنسبة لي، اتس سيف فيديو. طلب منه وائل يعطي رأيه في فستان كارلا وطلتها. نتابع كيف كان رد فعله لراشد. بس ما لازم يقول رأيه في لازم يقول رأيه في الألوان النهاردة. ايه قلت له لازم يرسمني شي مرة كمان، ما بعرف، خلينا نشوف. اوكي شكرا وائل. ومثل ما شفتوا راشد ما اعطى اي رياكشن، ومثل ما كلنا بنعرف طبعا انه راشد كثير بيستحي، بس الظاهر انه زعلان من رايه لوائل عن الفيديو اللي قدمه، واعتبر انه قدم فيديو سيف وبس. انت عبا شو توقعات تيارا بالنسبه للمشترك راشد؟ هلا راشد هيدا راشد مثل ما بنعرف، بس الحلو انه في شوي شيء جديد، يعني مش انه عم نرسم على مثل ما كل اسبوع يعني نحن متوقعين انه يصير، لا في شيء ما توقعته. انا تخيلت انه يكون شيء مثل ما كل اسبوع بيقدمه، لا حسيت انه في عم بنتظر شيء بده يصير شيء بس مش عارفه شو. هيدا الحلو، الحماس، وفي شيء جديد بالفكره. شكرا لكم. اكيد بانتظار العلامه المناسبه لراشد. مشاهدينا نتابع سوا مين هو المنافس الاقوى من بين زملاء راشد. بصراحة كلهم منافسين، بس في نفس الوقت أحب أتحدى نفسي لأنه أحب أطلع بشيء جديد، يعني إذا تحديت نفسي. قبل ما نختم حلقتنا مشاهدينا خلينا نتابع ونروح نشوف كيف كانت علامات راشد وترتيبه. على 75 راشد.
58 ترتيبك بالمرتبة الثالثة. يا سلام عليك نور الدين سمر وانت. يا سلام على البطل. شكرا لك راشد. وصلنا لاخر حلقتنا لليوم، تابعوني بكره بنفس التوقيت، كنت معكم لوريس الحراني، تصبحوا على الف خير.